بمشاركة عدد من الأكاديميين والسياسيين، نظم مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بمحافظة مأرب ندوة سياسية بعنوان مأرب ذاكرة الوجدان الوطني. تفاصيل الندوة في التقرير التالي. أقام مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ندوة سياسية بعنوان مأرب ذاكرة الوجدان الوطنية. رئيس المركز محمد الولص تحدث في بداية الندوة عن تأثير الوفاق السياسي والاجتماعي في مأرب على المشهد اليمني. دور مأرب المحوري في ذاكرة الوجدان الوطني، أننا في هذا الندوة نستلهم باختصار كفاح مأرب ودورها الوطني والتاريخي في أصعب محنة مرت بها اليمن، وهي انقلاب ميليشيا الهوثي على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني وعلى الاتفاقيات الأممية، رغم أنها في صالح الهوثي 100%. لقد مثلت مأرب من أول لحظات انقلاب الهوثي مشروع وطني حضاري سوف يتصدر صفحات التاريخ، حيث شكلت مأرب وفاق سياسي وطني وسياسي نتج عنه مطارح القبائل المأربية والعشرات من الضباط الشرفاء في مؤسسة الجيش والأمن، ومشاركة وحضور المئات من أحرار وأبطال اليمن من كل مناطق اليمن وقبائلها، وشكل السد المنيع الأول في مواجهة الانقلاب الهوثي. واستعرض المهندس محمد المحاميد ورقة عمل بعنوان مأرب الانبعاث والنهوض. اليوم مأرب مدينة بمعنى الكلمة، صحيح هناك بعض الإشكاليات، هناك بعض المشاكل، لكن هي مدينة عمرها 8 سنوات، من قرية صغيرة إلى مدينة في 8 سنوات، هذا إنجاز كبير جدا. من قرية يسكنها 40,000 إلى قرية يسكنها من 3 مليون إلى 4 مليون، إلى مدينة يسكنها من 3 مليون إلى 4 مليون، هذا إنجاز كبير جدا خلال 8 سنوات. استطاع أبناء مأرب الأصلي السكان مأرب والنازحون الأحرار الذين قدموا من مختلف أنحاء اليمن لمقاومة الحوثي على أرض مأرب ورفضا للبقاء تحت سيطرة الحوثيين أن يشكلوا هذه المعادلة في مأرب. فيما تناول الدكتور عمار التام مسار الخطاب الوطني في ظل حالة إلا سلم وإلا حرب. أخطر ما يواجه هذا الكيان الوطني بشكل عام ومأرب هي قلعة الجمهورية، وهي المنطلق لتحرير اليمن، واليوم هي مرتبطة بالجهاز العصبي لكل عزلة ولكل مديرية من مديريات اليمن. كل مديريات اليمن ممثلة في مأرب وكل محافظاتها وكل عزلها، فهي أصبحت اليوم يعني كأن هناك سفراء عن هذه الجغرافيا العظيمة مقدسة جغرافية اليمن في هذه المنطقة، وعلى من في هذه الجغرافيا الصغيرة اليوم مأرب التي هي منطلق لتحرير اليمن الكبير أن يعوا هذه اللحظة التاريخية الفارقة في تاريخ اليمن. تضمنت الندوة السياسية العديد من المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل أكاديميين وقيادات المقاومة وقطاعات الشباب وجمهور الحاضرين. خرجت الندوة بجملة من التوصيات والمقترحات الهادفة لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.